إلى الدوري الألماني نمر الآن، والمواجهة الكبيرة والمرتقبة، المواجهة المفصلية بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ. بايرن ميونخ إذا فاز على ملعب الأليانز أرينا هذا الأسبوع سيحتفل رسميا بلقب الدوري الألماني، بينما بوروسيا يلزمه الفوز بهذه المباراة والفوز بمباريات أخرى من أجل اللحاق بنادي بايرن ميونخ. مواجهة كبيرة، ربما هي أهم مواجهة في الدوري الألماني هذا الموسم. تقريبا أهم مواجهة محمد، لأن بعيد على دورتموند بايرن كاين لايبزيغ كاين فرانكفورت، الفرق المنافسة شوية، ليفركوزن فرق المنافسة شوية للبايرن، لكن بالمستوى المتذبذب تاع دورتموند هذا الموسم ضمني ما شفناش دورتموند اللي عاهدناه في المواسم اللي فاتت اللي يقدر شويه ينافس بايرن ميونخ. شفناها خاصه في دوري ابطال اوروبا، نعم. المستوى اللي ظهر به مستوى ضعيف جدا، نعم. لذلك بايرن يستاهل البطولة. الاسلحه التي سيعتمدها كل مدرب في هذه المباراه، نضرب لي بايرن اسلحتهم باينه، الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم، نعم. خاصه بوجود يريد ان يحتفل على حساب بوروسيا دورتموند الغريم الازلي لبايرن ميونخ، ضغط ايجابي والكلاسيكو هذا كلاسيكو المانيا. كنا نشاهد منذ قليل اهداف السفاح ليفاندوفسكي امام ناديه السابق بوروسيا دورتموند. امين، الازمه متواصله بين البايرن وليفاندوفسكي، هناك عراقيل من اجل تجديد عقد اللاعب؟ نعم، لا دخان بدون نار. التقارير الصحفية الألمانية تؤكد أن ليفاندوفسكي ووكلاؤه يطالبون بعقد يطالبون بعقد أكثر من عامين من أجل التجديد، وهو ما ترفضه إدارة بايرن ميونخ التي تريد عقد بعامين فقط. البايرن وضع قيمة 40 مليون يورو من أجل تسريح، نعم. روبرت ليفاندوفسكي إن أراد الرحيل في آخر الموسم. نعم، ليفاندوفسكي غاب عن تدريبات هذا الأسبوع، قالوا بأنها أسباب شخصية، هل هي لأسباب شخصية أم لتعثر مفاوضات تجديده مع النادي؟ لا، التعثر طبعا، هو لاعب محترف محمد، لا أعتقد أنه لهذا الأمر علاقة بغيابه عن التدريبات. هي مثل ما تحدثت التقارير الصحفية الألمانية، أمور عائلية غاب على إثرها روبرت ليفاندوفسكي عن التدريب. نعم، ناجلسمان قال إذا لم نفز بلقب الدوري سأستقيل من تدريب البايرن. عندما يستقيل حتى إذا فاز بلقب الدوري محمد، بايرن ولا مره صارت لك، اعطيه فرصه، هذا مدرب شاب، مدرب جديد، هذا الموسم فقط يتعرف على النادي، يريد تثبيت فلسفه جديده، يريد البناء على قواعد سليمه. خسر واقصي من دوري الابطال، هذا ليس نهايه العالم، اعطيه فرصه اخرى. انا اعطوه فرصه محمد، يعني تكلمنا قلنا البايرن يعني عمره ما خسر عدد المقابلات اللي خسرها في الدوري كما هذا الموسم هذا، وتخرج في الدور ربع نهائي في رابطه الابطال الاوروبيه، نظن باللي المدرب يعني ما منجحش. موسم اخر للنسيان بالنسبه لبوروسيا دورتموند، عمار، الذي لم يستطع مضاهاه البايرن، لم يستطع مجارات البايرن، لم يستطع منافسه البايرن حتى بالمستوى تاعها، نظن اللي كانت مقبل نفس مستوى ممكن بايرن يفوز عليها في البطولة، وشفنا بايرن في السنوات الأخيرة اكتسح البطولة الألمانية، ولكن كان مستوى تاعها ممتاز جدا، يعني لما تلعب بايرن دورتموند أو تشوف مستوى ممتاز، ولكن بتذبذب المستوى هذا الشيء اللي يخوف خاصة في فريق كبير كما دورتموند. نعم، أمين حضر لنا اليوم فيديو لمقارنة بين موهبتين صاعدتين، جمال موسيالا وجود بينينغهام. أمين، نعم، تحدثنا عنهما سابقا لما سألتني عن أحسن نعم، أتذكر أنك سألتني هل بيدري نجم برشلونة هو أحسن موهبة في العالم، قلت لك لا، بالنسبة إليه هناك من هم أحسن منه في سنه هذا. من حيث الأرقام والإحصائيات، جمال موسيالا وجود بيلينغهام الإنجليزي الدولي الإنجليزي أحسن من بيدري غونزاليس. عودنا هذه اللقطة من فضلك، عودنا هذه اللقطة مهاريا ربما فنيا أحسن منهما، ولكن الأرقام والإحصائيات تؤكد أنهما أحسن منه إلى غاية الآن، رغم أنهما يماثلانه في السن أو أقل منه سنا. نعم، هذه لقطة لجود بينينغهام، يعني لاعب مهاري يراوغ بسرعة ويعرف هدفه جيدا. طبيعة الحال ممكن موش يسجل أهداف كثيرة، لأنه حتى في التمركز تاعو الجديد هذا الموسم ولا شويه الوراء، شويه وسط ميدان، رجع شويه الوراء، ولا نعم. عنده مهام دفاعيه اكثر من قبل، ولكن لاعب ممتاز جدا، مهاري، عنده لي باس ديسيزيف، عنده عمل كثير في وسط الميدان، يعني تقدر تقول وسط ميدان متكامل، يعني نعم. من الناحيه البدنيه ممتاز، من الناحيه الواحد ضد واحد ممتاز،
التمريرات الحاسمة الأهداف، لذلك ندومبلي عنده مستقبل رائع جدا. نعم عنده 3 أهداف و7 تمريرات حاسمة جود بيلينغهام هذا الموسم، رغم أنه يلعب مع فريق بوروسيا دورتموند ليس بالفريق الكبير الذي يوفر له لاعبين من طلب الكبار. وهالاند يغطي الجميع هناك. نعم هالاند رغم الإصابة والابتعاد عن العديد من المباريات إلا أنه سجل الكثير من الأهداف هذا الموسم. ربما لو كان لعب يعني هالاند كل المقابلات نشوف اللي الترتيب راح كان راح يتغير، يعني حتى فارق بين تاع النقاط كان راح يتغير. نعم. من اللاعب اللي تكلمنا عليه اليوم حتى الرؤيه عمار عنده رؤيه كبيره في 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 الميدان لما يشوف يعني تقريبا كل الاماكن تاع الملعب لو جوناج تاعو يشوف عنده اون فيزيون باري. لا ولعب مهاري مثل ما توضح هذه اللقطات والصور. كذلك جمال موزيالا صحيح ممتاز جدا، حاسبة وخمس أهداف. هذا اللاعبان عمار ما يميزهما عن غيرهما من المواهب الشابة في العالم هو موازنتهما بين العمل أو التهديفي وصناعة الأهداف. أحدهما 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة والآخر 6 تمريرات حاسمة و5 أهداف، لذلك هما من بين أحسن المواهب في العالم حاليا. زيد لك شيء آخر، خاصة موزيالا يقدر يلعب كجناح أيمن، يقدر يلعب كجناح أيسر، يقدر يلعب وراء المهاجم. صح. يقدر كدوريلير لما تلعب بثلاثة، لما كان يلعب كيميتش وحده في غياب غوريتسكا كان يلعب على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، لذلك التغير في المناصب في وسط الميدان. نعم. يعطيه أهمية أكثر. يعني لم نتحدث عن الوحش هالاند الذي ابتعد عن كثير من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، ولكنه ما زال في ترتيب أحسن الهدافين في الدوري الألماني. نشاهد بعض